مرحبا ورمضان كريم. قريباً حنودع هالشهر شهر رمضان المبارك، وتقريباً بقيان حوالي 11 يوم. إن شاء الله يا رب كان ويكون خير عليكم. اليوم حلقتنا مهمة كتير لأشخاص، ورح نحكي عن فقر الدم والتبرع بالدم. الموضوعين نوعاً ما مالهم علاقة ببعض، بس ممكن نتعرض بيوم من الأيام لموقف يحيجنا لنتبرع بالدم. حنعرف تفاصيل عنه وعن أهمية التبرع الدوري للمجتمع المحلي وللصحة العامة. تفاصيل كتيرة رح تبدأ بس بعد لحظات. رح نبدأ حلقتنا معكم بتقرير عن كيفية علاج فقر الدم بالغذاء. ومثل ما بنعرف كتير من الأمراض بتم علاجها أو الوقاية منها عن طريق الغذاء وتغيير نمط الحياة، ولنعرف أكثر منتابع سوا. يصاب الأشخاص بفقر الدم بسبب حدوث نقص في أنواع مختلفة من الفيتامينات، وخاصة حمض الفوليك، فيتامين B9 وفيتامين جيم وفيتامين B12. ولذلك ينصح الأطباء المرضى بتناول الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات، مثل أطعمة تحتوي على فيتامينات جيم مثل الطماطم، البروكلي، البرتقال، الكيوي، الفراولة والبطيخ. أطعمة غنية بفيتامين B12 مثل البيض، الحليب ومنتجاته، أسماك، لحوم حمراء ودواجن. يحدث ذلك المرض أيضا بسبب نقص نسبة الحديد وانخفاض خلايا الدم الحمراء، ولذلك ينصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على الحديد مثل خضروات ورقية، حيث تعد الخضروات الورقية من أكثر الأطعمة التي تحتوي على الحديد. المكسرات والبذور، من أهم الأمثلة على تلك البذور الكاجو، بذور اليقطين، حبوب دوار الشمس والفستق الحلبي. المأكولات البحرية والأسماك، تتميز المأكولات البحرية بأنها مصدر جيد للحديد، ومن الأمثلة على المأكولات البحرية السلمون، السردين، المحار والتونة. مساء الخير عن جديد. صارت معنا بالاستديو الدكتورة وسمة العشوامي، العشاوي، اختصاصية بأمراض الدم والأورام، لنحكي أكثر عن فقر الدم. مرحبا دكتورة وأهلا وسهلا فيكي. مرحبا ميتا، أهلا وسهلا. أهلا فيكي. بالبداية قبل ما نبلش حديثنا، حابة نوه أنه اللي حابب يتواصل معنا أو عنده أي استفسار أو أي سؤال يتصل معنا على الأرقام اللي عم تظهر بأسفل الشاشة. أهلين دكتورة. أهلين. بالبداية دكتورة حكي لنا عن فقر الدم، شو هو فقر الدم وشو أنواعه؟ فقر الدم بالتعريف هو عبارة عن نقص خضاب الدم مع أو بدون نقص الكريات الحمر. هذا بالتعريف. خضاب الدم هو السائل الأساسي اللي بيجول بالكرية الحمراء، واللي هو بمثابة البنزين للسيارة أو الوقود للجسم. أنواعه كتيرة. إذا بدنا نصنف تصنيف بسيط يعني ممكن يفهموا عليه الناس، ممكن نقول فقر الدم الشائع العوزي، بنسميه العوزي، يعني ناقصة مادة غذائية لتكوين مادة مطلوبة لتكوين الدم، وهذا على رأسهم فقر الدم بعوز الحديد، فقر الدم بعوز B12، وفقر الدم الأسيد فوليك. هلأ أنواع تانية هي فقر الدم مثلا الانحلالي. فقر الدم الانحلالي لأسباب كتيرة، مرضية أو خارجية، يعني ذاتية من ضمن من جسم المريض أو خارجية. في عنا فقر الدم الوراثي أو العائلي أو آفات الخضاب الوراثية بنسميها، بيكون في خطأ جيني يعني مرتبط بالصبغيات بإعطاء أمر وراثي بتركيب خضاب خاطئ. هذا الخضاب الخاطئ بيجعل عمر الكرية الحمراء أقصر من عمرها الطبيعي، فبيصير في أنيميا أو فقر دم على طول. هلأ في فقر الدم الثانوي أو المرافق لأمراض كتيرة. كل مريض عنده خراج طول أكثر من أسبوعين، مرض مزمن طول أكثر من أسبوعين ثلاثة، مالطية مزمنة، تيفية مزمنة، خراج، أمراض الكلى، أمراض الغدد، قصور الدرق، فرط نشاط الدرق، هدول بيصير فيهم شيء اسمه فقر دم ثانوي. يعني البيئة المرضية للمرض الأصلي تعمل تثبيط إلى حد ما لنقي العظم عن إنتاج الكريات الحمر. في عنا فقر الدم المرافق للأورام، في عنا فقر الدم بأمراض الدم الخاصة بالخاصة، يعني المشكلة بتكون بنقي العظم اللي هو معمل الدم، ما بينتج خضاب، ما بينتج كريات حمر
كافية الخضاب لأسباب مرضية، فقر الدم اللامصنع يلي أصلاً ما بيصنع إنتاج، فقر الدم بالأرومات، فقر الدم بعسر تصنع النقي، هذا بنشوفه عند الكبار بيصير في نوع من شيخوخة النقي، فقر الدم بالإبيضاضات الحادة، فقر الدم بالإبيضاضات المزمنة، تليف نقي العظم، هي أمراض خاصة بأمراض الدم وبتتشخص بالدم. هي العناوين الرئيسية. إجانا دكتورة أول اتصال. ألو تفضل سيد عمر. ألو يعطيك العافية دكتورة. يا أهلا تفضل، أهلين عني. الله يسلمك. في عندي حالة صارت معي مع أختي، صار معها شوية نزيف نسائي. ألو. إيه عم بسمعك تفضل. أي دكتورة، فبعد ما هيك صار معنا خضاب نازل كتير. فطلب الدكتور كمان تحليل دم حديد. أيوة. طلع كمان الحديد قال كمان نازل. فما بعرف هلا شو حبي ابعث لك التحليل او شو تحبي دكتور. لا بشكل عام كانه قال نازفه نزفت يعني هي هلا النزيف هو نوع من احد وسائل تضييع ضياع الدم، وضياع الدم بهيك الحاله بيكون الحديد هو المكون الاساسي اللي بينقص، أكيد راح يكون حديد المصل ناقص، بس نحن بأمراض الدم ما بنعتمد كتير على عيار حديد المصل، حديد المصل بينقص بشغلات كتيرة بغير فقر الدم بعوز الحديد الحقيقي، بنعتمد بهيك حالة على مخازن الحديد، بس مجرد مريضة بتقول إنه أنا نزفت أو ناسفة فهذا حكماً فقر دم بعوز الحديد، ببساطة بدها تعويض حديد، هلأ ما بنلجأ لنقل الدم إلا بالحالات الحادة الشديدة اللي بيكون الخضاب نقص الخضاب مهدد للحياة، يعني مثلاً شخص كبير عنده مرض قلبي خضابه نازل للخمسة للستة للأربعة بشكل حاد، أو واحد عامل حادث سيارة ونازف كتير، لكن ما عدا ذلك بنلجأ لمركبات الحديد، وأفضل هالحديد الوريدي إذا بدنا نعوض بسرعة يعني، وفي الحديد الفموي إذا في تحمل وفي امتصاص جيد. أيوة. في عنا اتصال تاني. ألو عبد المنعم تفضل. ألو ألو تفضل. تفضل. يعطيك العافية. يا هلا تفضل. بدي أسألك الله يعطيك العافية، أسألك سؤال. عندي أخوي مريض بمرض بالدم ما بي عنده الكريات البيض مناح والحمر شوي، خضابه 7.5 وعنده الصفيحات دائما نزلات لل 8 10 15 هيك. قد ايه عمره؟ في حل، في عمره بحدود شيء 35 سنة. 35 سنة. هلا مما يبدو والله العلاج عم نعطيه كل اسبوع 10 ايام عم نعطيه صفيحات من المشفى. صفيحات لنعطيه او كيسين دم. هلا نقص خضاب الدم ونقص الصفيحات مرتبطه بامراض كثيره، ممكن يكون فقر دم لا مصنع اللي هو عباره عن فقد كامل او سوء بتصنيع بتكوين عناصر الدم، وممكن يكون نقص الصفيحات وفقر الدم في سياق أمراض الدم أخرى مثل إبيضاض حاد مثل إبيضاض مزمن، هذا بده دراسة دموية، بده ينعرف شو الآفة الأساسية وعلى موجبة نقص الصفيحات. نقل الصفيحات تعرف شو تشخيص المرض الأصلي؟ الدكتورة هو كان من سنتين ثلاثة ما كان فيه شيء، جانا فجأة هذا المرض بمرض وكان معه قريب، رحنا عند الدكتور سوينا تحليل دم تفاجأنا بهالنقص الحاد في العلم. هلا هذا الكلام مو كافي عيني، هذا المريض بده اولا تندرس عناصر الدم بشكل جيد، وبده ينعمل له شيء اسمه خزعه نقي العظم، بدنا نشوف نقي العظم شو وضعه، عم يشتغل ما عم يشتغل، في سوء تصنيع في ابيضاض. دكتور عملنا هذا المقصات طلع 5%، المعمل الانتاج تبعه 5% عم يشتغل، هذا فقر دم لا مصنع. هذا له اذا عم تقول عمره صغير وشاب ما بكفيك انه كل كم يوم تنقل له صفيحات، بدك تعرف انه الصفيحات المنقوله عمرها 3 ايام بالكثير، يعني ما بتكون عم تقضي غرض، مجرد انك عم توقف له النزف اذا عم ينزف بوقتها بدقيقتها، هذا بده علاج عيني. يعني لما بتوصل دكتور عم بوصل تحت الثمانية او الخمسة عم بصير معه نزيف، بتوصل للصفر كمان. ايه عيني هذا ما بكفي نقل الصفيحات، الشيء اللي عم تحكي عنه بنسميه معالجة عرضية، كأنه صفيحاته ناقصة عم نعوضها، نحن بدنا نحل المشكلة من اساسها، حل المشكلة من اساسها في لها ادوية خاصة في ادوية تحضير، في أدوية مهمة هي عبارة يعني ببساطة اسمها الاتيجي بينعطى لها المرضى، والحل النهائي هو زرع نقي العظم، بس يعني ما فيني فوت بالتفاصيل لأنه المرض أعقد من أنه ينحكى فيه بهالبساطة. أوكي. داك تشوف طبيب أمراض دم.
الو صبا تفضلي. الو مرحبا دكتورة. يا هلا عيني. دكتورة انا معي مرض مناعي اسمه هذا التهاب مقاس النظير الريفي، ودائما عندي نقص حديد، يعني دائما في الياسين انا طلع عندي كثير نازل، دائما مخزن حديد يكون نازل، وبالمقابل اختي كمان وهلا بابا صبايحه كمان عم بيطلعوا 70 عمره 60 سنه، يعني العيله كلها حتى اذا اخذنا حديد انه دائما عندنا نقص حديد ودائما عندنا فقر دم. ما بعرف انا عم نعالج القصه. شوفي عيني، بس انا بدي بعد اذنك انه شو تنصحينا. اي هلا نظير الريفي او داء الريفيان بشكل عام بيعمل فقر دم بآلية مهمة كتير، هي آلية مناعية. مثل ما قلنا قبل شوي كل الأمراض المزمنة والمناعية بتعمل آلية خاصة لإنتاج، بصرف النظر انه في فقر دم حقيقي بعوز الحديد او لا. وبالمناسبة حديد المصل انخفاضه بهالأمراض مو كافي لتشخيص فقر دم بعوز الحديد، يعني مو انه طلع الحديد ناقص معناته هذا عوز حديد، بينقص الحديد بكل هالأنواع من الأمراض لحتى نتأكد إنه في عوز حديد حقيقي مرافق للآلية اللي ذكرتها. لازم نعمل مخازن الحديد. هلأ مخازن الحديد من ناحية المبدأ ما بتنقص بهدول الأمراض إلا إذا في لسبب تاني عم ينزل الخضاب بسبب دورة غزيرة مثلا عندك أو عند أختك، أو بواسير عم تنزف، أو نزف هضمي، أو سوء امتصاص أو غيره. لكن العلاج الأساسي لهالأنواع من المرضى هي معالجة المرض الأصلي وبعض الأدوية الخاصة يلي بتدعم إنتاج الدم. إذا في فقر دم بعوز الحديد مرافق بنعطي كمان حديد، بس مو هو السبب الأول، يعني ممكن يكون هذا سبب مرافق. أيوة. في يعني في شيء أهم منه لفقر الدم في سياق الداء الريفي يعني. دكتورة هلا بدنا نعرف شو أعراض فقر الدم، وهل تختلف الأعراض إذا انصاب المريض كان نساء أو رجال أو أطفال؟ وأني أكثر منهم معرضين للإصابة بفقر الدم، رجال نساء أطفال. ببساطة أعراض فقر الدم بيعرفها كل واحد، السمان وال 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 والجار بالطريق، بس يشوف حاله الواحد عم يتعب بسرعة، بيطلع درجة بيتعب، بيدوخ، شحوب بيطلع عليه أهله بيقولوا له أنت شاحب، في ناس بيشعروا بخفقان، في ناس بيشعروا بصداع، في ناس بيعطوك أعراض أعقد من هيك، بيقولوا لك حاسس جسمي منمل، خدران منمل، في ناس بتتعب عضلات رجليهم لما بيطلعوا درج، هي كلها أعراض فقر الدم. الصداع والخفقان غير سرعة التعب والزلة بنسميها، يعني ضيق النفس عند الجهود، هي من أعراض فقر الدم العامة. هلأ هي أعراض فقر الدم بتجي عند الكل سوا مثل بعضهم، لكن بتختلف بقى المريض مثلا اللي عنده مشكلة قلبية أو مشكلة صدرية مرافقة بتجي أعراض أشد، لأنه بالأساس بتكون أكسجته ناقصة، بيركب عليها فقر الدم بتصير أعراض أشد. يعني الناس اللي عندهم فقر دم مزمن أكثر تحملا لفقر الدم، يعني اللي بتلاقي طول عمره خضابه 8 و9 لسبب ما بتلاقي عنده أخف الأعراض، مو مثل اللي هلأ ما في شيء وعمل حادث ونزف كتير. أيوة. بتلاقي مزلول، يعني عنده ضيق نفس وسرعة تعب، فقر الدم الحاد يعني نزوله بسرعة بيعطي أعراض، المزمن أعراضه أخف. هلأ عند الكبار والصغار كل الأعراض بتشبه، يمكن الأطفال ما بيعرفوا يعبروا، ما بيعرفوا يقولوا عندي خفقان عندي صداع، أهله اللي بينتبهوا. نقص الشهية نسيت أذكره كتير مهم بفقر الدم الشديد، ونحن بنعرف أنه المريض عم يتحسن لما بيقول شهيتي تحسنت. يعني فقد الشهية. هدول الأعراض الأساسية. هلأ بيركب عليها أشياء خاصة بكل مرض على حدة. فقر الدم الانحلالي مثلا ممكن يجي بلون يرقاني، يعني انحلال عم تنحل الكرية منتجاتها الصفراء، يعني بتصبغ الوش والملتحمة، ممكن يجي بلون يرقاني. فقر الدم بعوز البيت 12 ممكن يجي كمان بلون تحت يرقاني، مو يرقاني صريح، أقل شوي. مريض القصور الكلوي كمان له لون خاص فيه، مريض قصور الدرق له لون كامد خاص فيه، يعني نحن بنميز الأطباء، لكن الأعراض بشكل عام. نعم بشكل عام الأعراض واحدة. ألو تفضل قصي. ألو يا ألو أهلين دكتورة. أهلين عيني تفضل. هلا بدي أسألك، أنا كتير بنحف يعني بس باكل كتير. شلون؟ و يعني أنا بضلي بحيف بس أنا باكل كتير بس بضلي بحيف. ما بتصح. ما بعرف هلا إله دخل من فقر الدم؟ لا طبعاً. أنت معك فقر دم بالمناسبة؟ ما بعرف حلل شلون؟ ما في عيني ما في أي علاقة. في ناس بيقولوا صحته منيحة كيف ممكن يكون ما عنده فقر دم أو نحيف وما عنده فقر دم؟ ما في علاقة بين
كمية الخضاب أو فقر الدم أو غيره بالصحة. هلا إذا بتاكل كتير وما بتصح يعني أسباب عديدة، في أجسام بتستقلب بسرعة الأكل، في ناس هيك عودة يعني بدون ما يكون في شيء مرضي، في أجسام عندها سوء امتصاص، اللي عم تاكله ما عم تستفيد منه لأنه الأمعاء ما عم تمتص الغذاء بشكل كافي، في ناس ما بتستفيد لأنه عندها إسهالات مزمنة مثلا، يعني أنه اللي بتاكله بيروح بالإسهال. في ناس عندها فرط نشاط الدرق بيعمل نقص، يعني نقص وزن رغم أنه الشهية جيدة. مريض السكري مثلا، سكري الشبابي النبط الأول، إذا سكره عالي وقد ما أكل بتلاقي عم ينحف، يعني في أسباب أخرى أما غير مرتبطة بفقر الدم، يعني ما له علاقة موضوع فقر الدم بهي القصة. ألو ألو كنان تفضل. يسعد أوقاتكم جميعا. أهلا وسهلا فيك، إن شاء الله كل عام أنتم بخير بهالأيام المباركة. وأنت بخير إن شاء الله. الله يخليك. هلا أنا في عندي والدي عمره 64 سنة. الحقيقة صار اللي خلاني هيك نلاحظ بتراجع بالوزن، يعني انخفاض كان خلال فترة شهرين يعني تقريبا أو أقل بمعدل 16 كيلوغرام، من يعني كان وزنه شيء 114 صار يعني بمعدل 95 أو 94. نحن عملنا تحليل كامل للجسم يعني، وعملنا طبقي محوري للصدر والبطن والكبد كمان. انا حاعطيكي النتائج بس انا ما يعني ما بعرف لوين بدي اتوجه. هلا نقص الوزن، نقص الوزن الشديد والحاد عند رجل بهالعمر بيوجه اذا ما كان عنده سكري، سكري غير مضبوط يعني، وبده يكون سكري 91 طبيعي، سكري نمط اول يعني لحتى ينزل الوزن، وإذا ما كان عنده فرط نشاط درقية كمان جديد. هلأ أكتر شيء الأورام ومشاكل الجهاز الهضمي، بدك تتحرى بالطبق المحوري شو طلعت، وبده تنظير هضمي. هلأ الطبق المحوري كتب لي تشكلات كيسية متعددة في الكبد صغيرة بالحجم. إيه غيره في شيء؟ في شيء تاني؟ بالطبق المحوري في شيء عقد كتل أي شيء غير طبيعي؟ قالوا كأنه ما عم يسمعني. بده يشيك كمان على الجهاز الهضمي، بده تنظير هضمي علوي سفلي. أورام الجهاز الهضمي بهالعمر كتير مهمة، لا يعني بتعمل نقص وزن. نعم. في معنا اتصال، سيد خالد تفضل. تفضل يا خالد. نعم. أهلا. مساء الخير. هلا مساء النور. تفضل شو السؤال؟ مساء الخير دكتورة. أهلين مساء الخير تفضل. دكتورة بس بدنا نسأل سؤال للدكتورة الله يخليك. تفضل. دكتورة كيفك؟ يا هلا تفضل. الله يخليك يا رب. رمضان كريم دكتورة. رمضان كريم على الجميع. الله يسلمك. دكتور أنا عندي الخضاب، أنا عندي الخضاب عم يطلع عالي، الخضاب على طول عم حسه عالي يطلع على طول، يعني عم يتبرع بالدم كل أربعة أشهر. تمام. مدخن أنت شيء؟ مدخن؟ نعم. بتدخن؟ نعم. قد ايه يعني باليوم؟ يعني بحدود الباكيت يعني تقريبا. اول شيء وقف لي الدخان. عندك مرض صدري مزمن او ربو؟ لا ما فيش. هلا بشكل عام احمرار الدم يلي هو ارتفاع الخضاب في منه شكلين، في شكل بسيط اللي بيكون الخضاب هو اللي مرتفع وبقية عناصر الدم طبيعيه. هذا مرتبط اما بالتدخين أو بأمراض الصدر المزمنة، آفات الرئوية الحاصرة، الربو، يعني هدول كلهم بيجوا بخضاب عالي. وذكرني اليوم جابوا لي استشارة لمريض عنده ربو إنه خضابه 12. قلت لهم خضاب 12 منيح؟ قال لا، بالنسبة لمريض الربو معهم حق طبعاً، بالنسبة لمريض الربو يعتبر ناقص يعني. فهدول شق، وفي الشق اللي اسمه احمرار الدم الحقيقي يلي هو مرتبط بمرض دموي، زيادة انتاج عناصر الدم كلياتها، يعني بتلاقي المريض عنده ارتفاع بالخضاب، ارتفاع بالكريات البيض، ارتفاع بالصفيحات، وعادة بيجوا بضخامة الطحال وفي لهم تحاليل نوعية خاصة فيهم، هدول بيتشخصوا بالتحاليل وبخزعة نقي العظم ولهم بروتوكول خاص فيهم. أما المريض اللي عنده بس شوية زيادة خضاب الدم بدون وجود عناصر أخرى وبدون وجود أمور أخرى مرضية، هذا حله مثل ما هو عم بيقول فسادي بنسميه أو تبرع بالدم. كل مريض بقى بيتفصل له تفصيل شكل، في ناس كل 3 أشهر، في ناس كل 4 أشهر، في ناس بيكفيهم مرتين بالسنة. يفضل إنه طبيبه يشوفه ويعرف قديش قيمة الهيماتوكريت مشان يحدد له قد ايه لازم يتبرع. رجعنا كنان بده يسأل سؤال، رد لك تفضل سيد كنان. ايه تفضل.
مساء الخير مرة ثانية، بنعتذر على الانقطاع الاتصال. لا تفضل. هل أنا كنت دكتورة عم أحكيك فكرة إنه الطبق المحوري طلع تشكلات كيسية متعددة صغيرة الحجم في الكبد تعبر عن توسعات صفراوية. لا وجود لتبخمات عقدية، لا وجود لتجمعات دموية. بالنسبة للكريات الحمر كانت 4.5، كريات البيض 6.2، سرعة تصفر الطبيعية. ومع ذلك إحنا ما عرفنا سبب نقص الوزن لهلا. ما عرفتوا شو؟ أول شيء لا، إذا الطبق المحوري ما وجهك لشيء ورمي أو كتلة أو غيره، بدك تشوف تبذير هضمي عيني علوي سفلي، أورام الجهاز الهضمي مو دائما بتبين. بالنسبة للغدة الدرقية هلا ما عنده أي أعراض، نومه طبيعي وأموره كلها تمام، حتى شهيته على الأكل مثل ما هي. عيني الجهاز الهضمي لأنه واسع، المعدة واسعة، ما بتعطي أعراض لآخر شيء، يعني بتشخص المريض. ولسه مو كل المرضى اللي عندهم مشاكل بالبعدة لازم يستفرغوا ويراجعوا وعندهم آلام، مو بالضرورة يعني. أما مريض نقص وزن يعني لازم تستقصى هالأمور ويستقصى وظائف الغدة الدرقية إذا في فرط نشاط درق، وحكينا عن السكري، الطبق المحوري، ومثل ما قلت لك تنظير الجهاز الهضمي علوي سفلي، وأحيانا نضطر نعمل صورة ظليلة للجهاز الهضمي. إذا ما لقينا شيء من هدول ممكن يكون عواقب كورونا. هلأ بعهد الكورونا الجديد كتير عم يجي بنقص شهية مزمن، يعني بيخلص المرض وبيضل المريض شهرين ثلاثة ما في أكل ووزنه عم ينقص، ممكن هذا كمان يكون يعني. وإلا ممكن يكون نفس المنشأ كمان، إذا واحد عنده مشاكل مضطرب مغير حياته وصار معه شيء كمان ممكن يكون عنده نقص وزن. المهم ممكن إنه يكون سوء امتصاص. عفواً؟ سوء امتصاص. سوء امتصاص. سوء امتصاص بهالعمر كتير مستبعد، عم فوق 60 سنة يعني مانو. لكن بيتشخص بالتنظير، بده طبيبه ينظره. ليش قلت لك أول شيء التنظير هضمي علوي سفلي لحتى ننفي الأسباب الهضمية، وهي أهم شيء عمليا يعني. علي. دكتورة هلأ ما نحكي عن مضاعفات فقر الدم، مريض ما تعالج أهمل حاله، شو بيصير معنا بالمستقبل بالأيام الجاية؟ مثل ما قلنا أول الحلقة، الدم هو المحرك الأساسي لكل شيء، وهو اللي بيعمل تروية لكل شيء يعني. صح. الأعضاء كلياتها إذا ما ترويت بشكل كافي مع الوقت بتقصر وظيفتها، على رأسها القلب. مريض القلبية يلي عنده صمام، عنده قصور قلب، عنده اضطراب، هذا بالأساس قلبه فيه وهن أو فيه ضعف أو غيره يعني. فإذا ما إجت تروية كافية له أول بأول بيفشل يعني، بيدخل بقصور. صح. نفس الشيء بالنسبة للأمراض الصدرية. هلأ عدا ذلك ما في يعني، ما فيني أقول إنه والله في علاقة مباشرة بين نقص التروية اللي هي ناجبة عن فقر الدم للأعضاء مع الكبد أو البنكرياس أو غيره، لكن المريض نفسه بيتعب يعني، بيوهن مع الوقت إذا ما عوض ورفع خضابه، بيشعر بوهن وبيقصر كل يعني، بيفشل عمليا بأداء أي شيء، بكل أدائه بيفشل. فتعويض الدم كتير ضروري شو ما كان سبب فقر الدم. هلا في نحن شائع بين العالم انه معي فقر دم لازم روح اخذ حديد. حديد هذا هو الخطأ الشائع. هذا هو مو كل فقر دم هو عوز حديد، وقلناها عوز الحديد يمكن تكون احد اهم الاسباب ببلادنا، لكن في شيء اسمه عوز البيت ماش، في شيء اسمه تلاسيميا، في شيء اسمه منجلي، في شيء اسمه عوز ثانوي لقصور كلوي، عوز ثانوي لمرض دموي، يعني مو كل فقر دم هو عوز حديد. ومع ذلك نحن منتساهل منقول أخذ حديد شوي، ما ارتفع خضابه خلص وقف وروح استقصي شيء تاني يعني، إذا بده يمشي بهال، لكن هو الأفضل إنه يتشخص الأول. كمان كثرة الحديد تراكمه بالجسم كمان له تأثير ضار تاني. طبعاً هلأ مثلا مرضى التلاسيميا لأنه بياخذوا دم على طول، الدم المنقول كله حديد، الحديد بيتراكم بيرتفع أول شيء بالدم وبعدين بيتراكم بالأعضاء، تراكمه بالكبد بيعمل قصور كلوي، قصور كبدي مع تقدم الوقت، بالبنكرياس بيعمل سكري، تراكمه بالمفاصل بيعمل أذيات مفصلية، تراكمه بالقلب وهذا كتير مهم بيعمل مع الوقت قصور قلب يعني. فالحديد لازم ينسحب عند المرضى يلي عندهم حديد كتير، وللأسف صرنا نشوف حتى تراكم حديد بسبب معالجة خاطئة، إنه كل ما راح الطبيب عندك فقر دم خد حديد خد حديد. يعني أنا بيجوني مرضى بيقول لي صار لي 3 سنين ما وقفت الحديد وما تحسن. هذا كلام غريب وهراء يعني، وما تحسن خضابي يعني، غريب من المريض نفسه كيف ما لازم ينتبه إنه معناته الآلية مو عوز حديد، ومن الطبيب يلي عم يكرر له وصفة الحديد.
فاطمة من دمشق يمكن. تفضلي يا فاطمة. فاطمة يعطيك العافية دكتورة. يا هلا تفضلي. ممكن نحكي مع الدكتورة؟ شرسي أنا معك. لو سمحتي أنا بنتي عمرها 19 سنة وكثير بينزل خطابة وماني عارفاني من عصيها حديد وما عم يمشي الحال. شو تنصحينا نعمل؟ وزنها وزنها كثير يعني طب بدي لك وزنها 43 وطولها 163. طيب شو التحاليل ممكن نساوي لها ياهم؟ لا تحاليل أول شيء عندها شيء مشخص لها سوء امتصاص شيء البنت طالما عم تقولي وزنها قليل؟ والله هي ما عملت لها ياها الصراحة. ما بتعرفي. طيب الحديد اللي عم تاخده انتو تأكدتوا انه عوز حديد مثلا عندكم تلاسيميا؟ انتو من وين اصلكم الجغرافي؟ ممكن يكون تلاسيميا صغرى. من وين انتو؟ من الشام. الشام يعني شوي بعيد. في عوائل في اماكن فيها عيني. بدنا اول شيء قبل ما نحدد شو لازم نعمل بدنا نعرف هل شو نوع فقر الدم، هل هو بيعوز الحديد فعلا؟ اذا بيعوز الحديد وعم تاخذ حديد وما عم يمشي الحال معناتها يا في سوء امتصاص عندها يا في شيء بالسنوات الاخيره صرنا نحكي بشيء اسمه سوء امتصاص انتقائي لماده الحديد. جزء الامعاء اللي مسؤول عن امتصاص الحديد الوارد عن طريق الفم بيكون في خلل ما بيمتصه، هدول راسا بنروح على الحديد الوريدي بنسمي لهم حديد وريدي. هلا اذا ما طلع بعوز الحديد اصلا بدنا نعالج السبب. ما عرف شو المشكله. إيه؟ تمام. هلا دكتوره نحن بما انه بشهر رمضان مريض فقر الدم لازم يصوم؟ واذا صام شو لازم يعمل؟ هلا هو الحقيقه ما في جايد لاينز او ما في خط واضح لنقول للمريض صوم او لا تصوم. بشكل عام المريض يلي خضابه دون 9.5 ساعة بيصوم، يعني بده يتعب ويدوخ ما بيقاوم يعني جسمه بشكل عام، لكن المرضى اللي طول عمره خضابهم قليل مثل ما قلت لك هدول بيتعودوا، فينه يصوم وما يشعر باي فرق. مريض اللي فقر دمه جديد وحاد ونازل بسرعه هذا صعب يصوم. يعني خلينا نقول بشكل عام المريض اذا مشخص جديد وخضابه تحت 9.5 هذا صعب يصوم لحتى يتعوض لحتى يرتفع الخضاب. وكمان سؤال صغير مشان يعرفوا الاخوه المشاهدين، مريض فقر دم ايه بيقدر يتبرع بالدم ولا لا؟ اكيد لا. اصلا البنك ما بياخذ منه بنك الدم لما بيروح عليه ليتبرع اول شيء بيعمل هيماتوكريت والخضاب بس لا دون الحد الطبيعي بيقول له الله معك ما من حقك تتبرع ابدا. طيب دكتوره بالنهايه بدي تحكي لنا نصائح عامه للمشاهدين وشو اخطاء شائعه مثل ما قلنا هلا الحديد يعني بتشوفيها باثناء ممارستك للمهنه بيعملوها الناس لننبههم ونعطيهم ينتبهوا للمستقبل ما يصير معهم مشاكل. تمام. الاهم نصيحه هي انه مو كل فقر دم هو عوز حديد ومو كل فقر دم هو بده مكملات غذائيه او فيتامينات او غيره. حتى إذا تعالج مثل ما قلنا قبل شوي بالحديد ولقى حاله ما عم يستجيب يفضل إنه يشوف طبيب تاني. بالنسبة للمرضى اللي عندهم أمراض مزمنة أيا كانت سواء مفصلية أو مناعية أو غدية إلهم آلية خاصة بفقر الدم وإلهم علاج خاص فيهم، هدول ما بيستفيدوا على الحديد بالعكس حديدهم بيكون عالي بهالنوع من المرضى أو مو حديدهم مخازن الحديد بيكون معباية، الحديد دائما نازل بالجسم. الشيء الثاني بحكي للأطباء حتى قبل المرضى مو كل مريض عنده فقر دم ونعمل له حديد المصل وطلع نازل هو عوز حديد، هذا في شيء اسمه عوز حديد كاذب، انه الحديد المصل نازل لكنه لا يعالج بالحديد، بتكون بالعكس مخازن الحديد بالنقي معبايه وما بيحتاج اصلا للحديد، هدول كمان لازم ينتبهوا عليهم. هلا بالنسبه لمرضى فقر الدم بالافات الوراثيه، هدول هن عوائل وبيعرفوا حالهم يعني، بنصحهم لا يقولوا في شيء شائع بيقول لك ما بدي انه اقول له دم مشان ما يتعود عليه. ما في شيء من هالكلام صحيح لانه الطفل مثلا مريض التلاسيميا الطفل اذا ما اخذ دم وما في غير الدم ما في له حل ثاني يعني ما في له دواء اذا ما اخذ دم كفايه ليوصل خضابه مع تقدم الوقت نموه بينقص وبتظهر عليه اعراض بيعرفوهم مرضى التلاسيميا اعراض زياده تصنيع النقي تعمل وجنات عريضه شكل خاص له سحنه فهدول كمان لا تقولوا انه والله صابر عليه ما بدي اعطي خضابه سبعه مستني لا ما في مستني لازم يكون خضابه ضمن حد معين طول الوقت يعني هي اهم النصائح ومعالجه فقر الدم اذا عرف السبب يعني سهله ما صعبه كثير يعني اذا تشخص. شكرا كثير دكتوره على المعلومات اللي اعطيناها واهلا وسهلا فيكي شكرا كثير للدكتوره وسمى العشاوي اختصاصية بالداخلية وأمراض الدم أهلا وسهلا دكتورة فيكي أهلا نورتينا بس نتبرع بالدم بيقدمونا الأطباء المتخصصين بالمركز مجموعة من النصائح بعد التبرع لنتعرف أبرزها منتابع سوا.
يمكن أن يساهم التبرع بنصف لتر من الدم في إنقاذ حياة الآخرين، لكن لتتمكن من العودة مجدداً للتبرع بدمك للمرضى دون إصابتك بتوعك صحي، عليك أن تعتني جيداً بجسمك بعد التبرع بهذا القدر من الدم لتجديد العناصر الغذائية التي فقدتها، وفيما يأتي نصائح بعد التبرع بالدم. الحصول على الراحة بعد التبرع مباشرة، فعليك البقاء متمدداً على السرير بعد التبرع بمدة لا تقل عن 10 دقائق. ترطيب الجسم، احصل على ما لا يقل عن 3 أكواب من الماء خلال الساعات الثلاث الأولى بعد التبرع بالدم. البقاء في درجة حرارة متوسطة. تعويض ما فقده الجسم من المغذيات التي تتمثل بحمض الفوليك اللي بيساعد جسمك بإعادة تكوين خلايا الدم الحمراء، الريبوفلافين والحديد. وعلى الرغم من أن التبرع بالدم قد لا يؤثر على الروتين اليومي للمتبرع، إلا أن فقدان خلايا الدم الحمراء بعد التبرع يسبب وصول كمية أقل من الأكسجين إلى أعضاء الجسم الأخرى. لهذا عليك عدم تناول الكافيين والمشروبات الغازية، تجنب التدخين، الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية أو حمل الأشياء الثقيلة، القيام بالتمارين المحفزة للقلب. أما هلأ اسمحوا لنا نرحب بالدكتورة علياء الأسد، نقيب صيادلة دمشق ومدير مركز جامعة دمشق لنقل الدم. مرحبا وأهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. رمضان كريم على الجميع. أهلا وسهلا. بداية دكتورة، تحكي لنا عن تبرع الدم وشو فائدته من الناحية الصحية لجسم الإنسان ومن الناحية الصحية للمجتمع؟ يعني هلأ أهمية التبرع بالدم تكمن بأنه هو بيساهم بإنقاذ الناس اللي بيحتاجوا لدم. هي أنا بتهيأ لي هي هذا عطاء عظيم، ما بتهيأ لي بقابله أي عطاء آخر، أنه أنت تتبرع بالدم وتنقذ من هو يحتاج لنقل دم. أهميته بهذا الموضوع، نحن بنعرف أنه كل ثانيتين ممكن يكون في إنسان بيحتاج لتبرع بالدم. إذا ما التقى الكيس الدم اللي بيساهم بإنقاذه ممكن يموت. هاي نقطة كتير مهمة. تاني شيء، هاي الفائدة اللي بتعود على الإنسان بحد ذاته اللي هو متبرع. المتبرع هو بحفز نقي العظم لتشكيل كريات حمر جديدة، لتشكيل خلايا جديدة. وبالتالي نحن كمان بالتبرع بالدم ضمن المعايير العالمية يلي حاططها منظمة الصحة العالمية، بتوقي الإنسان من ترسب الحديد اللي موجود بالكريات الحمر على مستوى القلب والأعضاء النبيلة، ومنحميه من الجلطات اللي ممكن تصيبه. هاي أحد يعني الأهم بالتبرع بالدم بالنسبة للإنسان، ومثل ما قلت أنا يعني عطاء عظيم أنه أكيد. أنت تساهم بإنقاذ حياة بحاجة لنقل دم. هلأ دكتورة، ما نحكي شو شروط الشخص اللي جاي بده يتبرع بالدم، شو لازم تكون متوفرة فيه شروط معينة لنقول له أنت مسموح تتبرع؟ هلأ في معايير عالمية مثل ما قلت هي حاططها منظمة الصحة العالمية، ويفترض نحن كبنوك الدم كلياتنا متقيدين فيها. يفترض العمر فوق 18، أصغر لا ما منبرع. في مثلا يفترض الخضاب اللي هما تكريت، الخضاب المفروض بالنسبة للمرأة من 12 ل 14، من للرجل من 14 ل 16. في معايير أخرى بعد نحن ما بنضمن أنه هو خضابه سوي وقادر على التبرع، يفترض ناخد قصة حياته المرضية، إن كان بيتناول أدوية أو لا، وإذا كان مصاب بمرض معين مزمن أو تماما. مثلا نحن عنا مرضى الصرع ما بناخد منهم أدوية، مرضى السكري المعالجين على الأنسولين ما بناخد منهم، عن المرأة الحامل مثلا ما بناخد منها، المرضى على 6 أشهر حكيت عن الصرع ما
الصرع تماما كمان ما بناخذ منه. في مثل ما قلت انا في نحن قبل ما نقرر انه المواطن اللي جاي ليتبرع هو قادر على التبرع او لا، في مجموعه من الاسئله يفترض تسال، مثلا حراره غير مفسره، يفترض كمان نسال كان خارج البلد لفتره محدده بدول افريقيا، دائما بيروح ذهننا على الملاريا مثلا، بدول ممكن يكون عندها نوع محدد بهالدوله لمرض معين. صح. المفروض كمان ناخذ كل هالامور بعين الاعتبار قبل ما نقرر نحن اذا كان قادر على التبرع او غير قادر على التبرع. هي معايير عالميه تحترم ونحن كبنوك دم نتقيد فيها. اجانا اول اتصال دكتورة، تفضلي يا مها. يعطيك العافيه. الله يعافيك اهلين. الله يعافيك اهلين. بدي اسال الدكتوره انه اذا كان وزني انا 53 فيني اتبرع، وكبار السن ومرضين السكر. الصوت مو واضح. 53 وزنها بدها فيها تتبرع؟ ايه. هلا نحن اعتمادنا الاساسي على الهيماتوكريت، اذا كان الهيماتوكريت سوي ما عندنا مشكله. هلا المرأة المفروض فوق الخمسين والرجل فوق الستين، بس انت بتعرفي انه احيانا الطول بيلعب دور، اذا كان الخضاب ضمن الحدود السويه والشخص قصير نحن ممكن ناخذ هالموضوع بعين الاعتبار، الخضاب والهيماتوكريت اكثر من الطول او الوزن، واحيانا بيكون خضابه مرتفع ووزنه اقل من الستين للشاب او البنت، فنحن لمصلحه الشخص انه هو يتبرع، لانه انا مثل ما قلت اذا صار في خضاب دم مرتفع بصير في لزوجه بالدم، بصير نسبه الحديد بالكل كريات الحمر عالي، وبالتالي بيصير في ترسب على مستوى القلب والأعضاء النبيلة، القلب والكبد والكلي، وهذا بيؤدي إلى تنخر ممكن يصير بصيب أمراض قلبية جلطات، فنحن لمصلحته أحيانا بنرتقي أنه معلش حتى لو وزنه أقل بس خضابه غير سوي لا من برا، فهذا طبعا لمصلحته مو لأنه نحن بدنا نبرعه، لا طبعا نحن بنشرح له قبل طبعاً. ما نبرعه نحن بنشرح له الحاله منشان هو بيوافق او ما بيوافق، هذا موضوع بيرجع له. الشق الثاني من السؤال سالته الصبيه، عم تسال انه العمر، هلا حكينا قد ايه العمر المسموح للكبار بالتبرع، ومريض السكري. السكري اذا معالج على الانسولين لا ما بناخده، لانه الانسولين بيحفظ الدم، انتم بتعرفوا انه الانسولين بيحفظ بجو بارد، لما الانسولين بيبقى محتفظ فيه بالدم اللي نحن حاطينه بالبرادات لما بينتقل لشخص اخر ممكن يصير خلل بالتوازن السكري او بجسمه، فبالتالي ممكن يسوي له اشكاليات، فلا ما بناخده اكيد. الو الو زهره تفضلي. دكتوره الله يعافيك. لو سمحتي بدي اسال الدكتوره سؤال. تفضلي. هلا اللي متلقح جديد بالكورونا بيقدر يتبرع بالدم؟ بيقدر يتبرع بعد مرور 10 ايام على اللقاح، حسب تعليمات وزارة الصحة عنا انه بعد اللقاح بعشرة ايام ما في مشكلة يتبرع. ايوه تمام. الو لينا تفضلي. الو 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 تفضلي. كل عام وانت بخير. انت بخير. وانت بخير. الله يعطيك العافية. بدي اسال الدكتورة لو سمحتي. تفضلي. يعطيك العافية دكتورة. اهلا وسهلا اهلين حبيبتي. بدي اسالك هلا التبرع الدم بيغني عن الحجامة اللي متعارف عليها؟ اكيد اكيد. هلا انا ضد الحجامة لانه ممكن بالاسلوب البدائي اللي عم تعالج فيه وهي الشفرات نحن ممكن ننقل كثير امراض، وطالما نحن عندنا بنوك دم، هلا على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في بنوك دم، لو كان في بنوك دم ما كانوا اخترعوا شيء اسمه حجامي، فهلا بنوك الدم موجوده، فليش ليروح الدم هدر؟ نحن ممكن نحتاج فيه ونغطي مريض هو بحاجه لهالدم، فتفضلوا على بنوك الدم ونحن منبرعكم، هي بديل عن وامن، هي بديل عن الفصادي بسموه او الحجامي وهي امن اكيد. طيب دكتوره بدي اسالك، هلا في مرضى عندهم امراض مزمنه بياخذوا علاجات إلى، فهدلون بصير يتبرعوا ولا لا؟ هلا حكينا مثلا عن السكري مرض ثاني. كل حاله بحالتها وكل مرض بمرضه. هلا نحن ما بنحبس ناخذ دم انه بياخذوا في من خلاله ادويه، نحن لا ما بنحبس هالموضوع الا ما يكون في تاثيرات على المريض اللي بده ينتقل له، بس نحن اذا كانت حاله مرضيه والحاله المرضيه هي ارتفاع في خضاب الدم
فالحالة الوحيدة المعالجة الوحيدة هي التبرع بالدم. فنحن في شيء اسمه عنا ببنوك الدم فصادي. فصادي نحن بناخذ الدم منبرع المواطن، بس بناخذ الدم ومنكبه ما بنعطيه للمواطن. هيك عمليا بنكون عالجنا المريض اللي هو بحاجة لأنه يزيل هالدم، يزيل هالدم اللي ممكن يكون في إشكالية فيه، ومنكون نحنا كمان معزين حدا. هاي النقطة اللي مهمة. تمام. ألو علا. ألو مرحبا دكتورة. أهلا وسهلا. تفضلي. فيني أسأل هلا؟ أكيد. بدي أسألك، فيني أتبرع بالدم وأنا بفترة الدورة الشهرية؟ هي أثناء الدورة. إيه ما في مشكلة، ما في مشكلة أبداً. نحن مثل ما قلت أنا اعتمادنا الأساسي على الخضاب. لما منلاقي خضابك غير سوي بغض النظر كنتي بالدورة أو ما كنتي، فنحن ما منبرعك. أوكي. هذا موضوع منتهي يعني. ألو علي. تفضل سيد علي. ألو. مرحبا دكتورة. أهلين. ألو. أهلا وسهلا. مرحبا دكتورة. أهلا وسهلا. ألو مرحبا. أهلين. أهلا وسهلا. تفضل. إذا بتريدي بس بدي أسألها سؤال للدكتورة بعد إذنك. تفضل. تفضل. هلا التبرع بالدم له علاقة بزيادة الوزن أو الصحة؟ يعني أنا هلا طولي 182، وزني 65. عم حاول كثير إني أزيد وزني، عم تبرع بالدم ممكن تنصح؟ السؤال مكتوب. هو بس ده يقول انه التبرع بالدم بيزيد الوزن، هو عم لا 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 ما لا تبرع بالدم. لا لا ابدا ما له علاقه. ما له علاقه. هلا دكتوره بالعموم يعني هي حكينا افكار متفرقه، بس بالعموم فوائد التبرع بالدم للشخص مثل ما قلت لك، يعني هو عمليا بيحفز الجهاز النقي العظم لانه ينتج كريات جديده، بيريح. اذا خضاب الدم كان مرتفع بيؤدي للزوجي. لزوجي مثل ما قلت انا يعني حديد في كريات الدم الحمراء كثير، نسبه الحديد مرتفعه. لما نسبه الحديد مرتفعه بيؤدي الى لزوجي بالدم، لزوجي بالدم ركودي. يعني انت تخيلي انه نهر نظيف ماشي عم بسقي هالشجر حواليه، بيوصل انت عم بتكبي فيه مفرزات بيوصل لمرحلة بيصير الأشجار آخر النهر ما بيعود بيوصل مي. صح. عرفت كيف؟ نحن الاعتماد الأساسي بنقل بالحياة هو الدم، سواء بنقل الهرمونات، بنقل الأغذية، بنقل الأكسجين على الدم. فأنت تخيلي أنت أنه والله مثلا الدم عندك غير سوي، وبالتالي فأنت يعني ممكن يصير ترسب على مستوى القلب، مرض قلب، ممكن يصير جلطات، ممكن يسبب أذى للكلية. مثل ما قلت التبرع بالدم هو ضربة استباقية لتضل جسمك بحالة صحية كاملة. ما بدنا نوصل لمرحلة أنه نحن نستنى ليصير الخضاب عنا مرتفع ويقلنا الطبيب روحوا تعالجوا. العلاج الوحيد لارتفاع خضاب الدم هو التبرع بالدم. فنحن ونحن مثل ما قلت في معايير محددة، نحن مو عشوائيا منبرع. إذا الخضاب مو ضمن الحدود السوية فنحن ما بناخذ من المتبرع، من الشخص اللي جاي يتبرع. بالإضافة لهيك هو عمل إنساني، عمل إنساني بصراحة لا يضاهيه أي عمل، أي عمل آخر. نحن عندنا مرضى شيء مرض اسمه التلاسيميا. أيوة. مريض التلاسيميا أحياناً كل 15 يوم بده كيس دم. إذا كان كبير بالعمر بده كيسين. فحياته متوقفة على كيس الدم. أيوة. فأنت تخيلي هالعطاء اللي أنت عم بتقدميه لشخص، أنت عم تأمني له استمرارية. استمرارية لحياته. أيوة. فنحن أحياناً كتير بنعاني من تأمين هدول المرضى. مرض التلاسيميا المفروض كلياتنا كإعلام، كبنوك دم، كوزارة صحة، كلياتنا نشترك بحملة توعي للتخلص من مرض التلاسيميا أو الأمراض المنتقلة بالوراثة. مرض التلاسيميا هو عبارة عن مرض وراثي بيتأتى من الأم والأب. علاجه كتير سهل، أنه نحن نعمل كشف ما قبل الزواج. حملة خلة التلاسيميا لما بيلتقوا مع بعضهم بيطلع تلاسيميا كبرى. تلاسيميا الكبرى طفل
طفل مأساة، حياته متوقفة على نقل الدم، مستقبله ما معروف مجهول، لأنه بشكل بالمطلق هو رح ينصاب بمرض قلب، الكبد، الكلية. مثل ما قلت أنا، التخلص من هذا المرض بسيط، هو الوعي. التي في آي اللي هي تلاسيميا فيدريشن انترناشونال المعنية بهدول المرضى بتقول هو مرض المجتمعات المتخلفة للأسف الشديد. والعلاج بسيط، هو التوعي، حملة التوعي المفروض كلياتنا نتبناها. انت تخيلي انه غزة خلصت من مرض تلاسيميا، القبرص، إيران، بالوعي. فنحن المفروض فينا نشر الوعي حول هذا المرض، لأنه هذا مأساة للعائلة وللطفل بحد ذاته. بس عندنا اتصال أنصار ناطر شوي. ألو، تفضلي منال. ألو ألو، مساء الخير. مساء النور، أهلي. تفضلي. ألو ألو، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. الله يخليكي. بس من بعد إذنك بدي أسأل الدكتورة. تفضلي. بدي أسألك دكتورة، إنه هلا اللي معه مرض تصلب لويحي بصير إنه يتبرع بالدم؟ هلأ لا، لأنه يعني هلأ نحن إذا مضايقك الارتفاع خضاب الدم، أنا قلت من شوي أنه نحن ممكن نعمل فصادي، فمناخد الدم إذا عندك خضاب مرتفع منشان رياحتك أنت، إذا عم تحسي بوجع راس، عم تحسي بأي شيء تاني، فنحن مناخده من كبه، ما في مشكلة. بس كونوا أنتوا بتاخدوا أدوية معينة، فنحن لا، ما منحبز التبرع بالدم لهيك حالات. موسى يعني. تفضل يا موسى. ألو أهلا. تفضل. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. يعطيك العافية دكتورة. أهلا وسهلا. دكتورة لو سمحتي، هلا أنا حامل مرض التلاسيميا، ماني مصاب في المرض. تلاسيميا. تفضل. حامل. هذا الوضع أيام اللي سجلت يعني وقت فحص الزواج، يعني في حياتي العادية ما شفت لي ولا أي عرض ولا أي شيء. بصير أني أتبرع بالدم ولا لا؟ اكتشفوا وقت عم يعمل فحص الزواج حامل تلاسيميا، فشو بيقدر يتبرع؟ حامل التلاسيميا مثل ما قلت نحن إذا خضابه سوي ما في مشكلة، ممكن نبرعك، ممكن نبرعك إذا خضابك ضمن الحدود المسموح فيها عالميا، فما في مشكلة، ممكن نبرعك طبعا. شكرا كثير دكتورة علياء الأسد على المعلومات اللي أعطيتناها، وأهلا وسهلا فيكي، نورتينا. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا. المعدة تعتبر الدماغ الثاني، ليش؟ رح نعرف مع الدكتورة فرح يلي حتقدم لنا معلومات وتفاصيل عديدة عنها، منتابع سوا. مرحبا فيكم عن جديد. اليوم رح نحكي عن عضو آخر هو المعدة. المعدة هي عضو عضلي أجواف، بتشكل جزء من الجهاز الهضمي للبشر والعديد من الحيوانات، بما في ذلك العديد من اللافقاريات، وبتكون المعدة ذات بنية قابلة للتوسع، يعني بتتمدد، وإلى دور هام أكيد بعملية الهضم لأنه بتشارك بالمرحلة الثانية منها بعد المضغ. تقع المعدة بين المري وبين الأمعاء الدقيقة، اللي هي بتفرز المعدة إنزيمات هضمية والحمض المعدي للمساعدة بهضم الطعام، وبتتحكم العضلة العاصرة البوابية بمرور الأطعمة المهضومة جزئياً للأمعاء. أما عن حجم المعدة لدى الأشخاص البالغين، فبشكل حجم المعدة المسترخية الفارغة حوالي 75 مللتر، يعني هلأ تقريباً، ولأنه هي عضو قابل للتوسع، فهي بتتمدد عادة لتحتوي على لتر واحد من الطعام، حيث بتكون المعدة عند حديثين الولادة قادرة على الاحتفاظ بحوالي 30 مللتر فقط، بينما بيتراوح الحد الأقصى لحجم المعدة عند البالغين بين 2 ل 4 لترات. وبتنقسم المعدة لعدة أجزاء، اللي هي عنا الفؤاد والقاع، الجسم، أما البواب. بالنسبة لوظائف المعدة في بداية الهضم، الأساس بيكون عندها بالجهاز الهضمي البشري، بتفوت اللقمة ككتلة صغيرة مستديرة من الطعام الممضوغ إلى المعدة عبر المري لتستقبل المعدة وتفرز عدة أنزيمات هاضمة مثل البروتياز، البيبسين وحمض كلور المعدة لتهضم الطعام بمدة تتراوح بين 40 دقيقة لعدة ساعات حسب كمية الوجبة ومحتوياتها.
أما وظائف حمض الكلور الماء فهو بيقتل الجراثيم أو بيثبطها وبيوفر وسط حامضي لعمل أنزيم البروتياز، وبالإضافة أنه بيقوم بتنشيط الشكل الغير فعال من الأنزيمات. كمان المعدة بتعمل وظيفة الامتصاص، على الرغم من أنه الامتصاص بالجهاز الهضمي البشري هو من وظيفة الأمعاء الدقيقة بشكل أساسي، بس بعد الامتصاص لبعض الجزيئات الصغيرة بيتم بالمعدة عبر بطانتها. بالإضافة لوظيفة السيطرة على الإفراز والحركة، بيتم التحكم بحركة وتدفق المواد الكيميائية للمعدة عن طريق كل من الجهاز العصبي الذاتي والهرمونات الهضمية المختلفة بالجهاز الهضمي. أما هلأ خلونا نحكي شوي عن تأثير الصيام على المعدة. فنحن بنعرف أنه الامتناع عن تناول الطعام لفترة بتتراوح بين 9 إلى 11 ساعة بعد امتصاص الغذاء بيوفر راحة فيزيولوجية للجهاز الهضمي بأكمله، وبيمنع دخول طعام إلى المعدة أو الأمعاء الدقيقة، وهي ما بتزال لساتها مشغولة بهضم وامتصاص الوجبة اللي قبل. بس للأسف ممكن تأثر وتصير عنا بعض المشكلات الهضمية سلباً جراء الصيام، وبينصح المصابون فيها بمراقبة حالتهم الصحية واتباع بعض العادات في حال الإصابة فيها، من أمثلتها حرقة المعدة، لأنه العلاقة بين صيام رمضان وأمراض الجهاز الهضمي بما يخص حرقة المعدة هي علاقة سلبية. يعني ممكن تتفاقم الحرقة اللي بيشعر فيها المريض نتيجة لرجوع حمض المعدة بالجهاز الهضمي خلال الصوم. لذلك فإن التوصيات بخصوص صيام الأشخاص اللي بيعانوا من الحرقة بتكون فردية بشكل بحت، يعني ما منعمل. كمان بيجدر الذكر إنه العلاقة السابقة بين الصيام وحرقة المعدة ما بتشمل الجميع، يعني فينا بنقول باستطاعة معظم مرضى حرقة المعدة ممكن يصوموا بدون أي مشاكل في حال كان بإمكانهم التحكم بالأعراض من خلال تناول حبة واحدة من مضادات الحموضة قبل الصيام. نجي هلأ على قرحة المعدة أو القرحة المعوية. الأشخاص اللي بيعانوا من قرحة المعدة النشطة ما بيقدروا يصوموا للأسف لحتى ما تتماثل القرحة للشفاء، ويتم التغلب على جميع العوامل اللي بتزيد من أمراض القرحة سوء، مثل عدوى الجرثومة الملوية البوابية اللي نسميها هيليكوباكتر بايلاي. الجدير بالذكر إنه القرحة المعوية غالباً ما تكون صامتة، يعني ما بتظهر أي أعراض واضحة، أو حتى للأسف بعد ما تتفاقم أو يتم تشخيصها من الطبيب المختص لازم يمتنعوا المرضى اللي بيعانوا من القرحة الصامتة أو اللي أصيبوا بنزيف نتيجة القرحة عن الصيام قطعاً باطل، وهذا الشيء لأنه الصوم بيؤدي لتفاقم النزيف أو القرحة. لذلك دائماً منفضل استشارة الطبيب المختص مثل ما منخبركم قبل ما ناخد أي خطوة بتخص حدنا. هلأ خلونا نرجع للاستديو. اليوم رح أحكي لكم عن تأثير مرض السكري على العين. مرض السكري بيعمل أذية وتلف للأوعية الدقيقة يلي موجودة بالشبكية. هالأذية بتسد الأوعية وبتخلي السائل اللي فيها بيرتشح لبراتها. هلأ وقت بتنسد هالأوعية معناها ما عاد يوصل الدم لمناطق بالشبكية وما عاد يوصل الأكسجين. هون شو بيعمل الجسم؟ بيعمل ردة فعل لأن لازم يوصل الدم لهالمناطق، بس كيف؟ بيقوم الجسم بيشكل أوعية جديدة مشان يوصل الدم والأكسجين لهالمناطق. وقت بيصير هيك بيجي لعنا المريض عم يشكي من تشوش بالنظر، بيقول عم شوف مثل الضباب أو عم يشوف بقع سوداء أو حمراء، مرات بيجي عم يقول عم شوف الشغلة شغلتين يعني مثل الحول بعين واحدة، ومرات منلاحظ وجود حول بعين. طبعا هون منقوم نحن كدورنا كأطباء نفحص الشبكية، بنعمل صورة للعين يلي هي صورة مقطعية للشبكية من إلى الأوسيتي، بعدين بنعمل صورة بحقن مادة ظليلة اسمها الفلوريسين بالشبكية. طيب إذا المريض كان صار له فترة معاه سكري وأهمله وما تابعه، بصير شو بصير معه؟ بصير معه نزف بالشبكية والزجاجي، بصير عنده انفصال بالشبكية بسبب الأغشية اللي عم تشد على الشبكية، بصير وزمة باللطخة، ارتفاع ضغط عين، الساد أو المي البيضة بيقولوا العوام، بصير عنده شلل بالأعصاب، ما عاد بيقدر يحرك عينه مزبوط، فبصير معه مثل شكل حول. هلا شو العوامل اللي بتخلي هالمشاكل تزيد؟ هن أول شيء مدة إصابته بالمرض، ثاني شيء مريض السكري طبعا كل ما طالت مدته كل ما كانت التبدلات اكثر، اذا المريض ما كان ضابط سكره واذا كان ما انه ملتزم طبعا بعلاجه. اذا كان المريض كان عنده مرض كلوي فقر دم او بتعاطى الكحول او مدخن. هلا بنجي كيف نعالج هالمشاكل اللي بتصيب العين. نحقن ماده بالعين بتوقف نمو الاوعيه الجديده، بالتالي بتقلل من تجمع السوائل اللي عم تخرج من الاوعيه اللي حكيناها بالبدايه. نعمل معالجة بالليزر لنوقف تسريب هالسوائل بالمراحل المتقدمة، نوصل لعمليات قطع زجاجي مشان نزيل النزوف المتجمعة واللي ما امتص الجسم، أو مشان نقيم الأغشية أو نعالج انفصال الشبكية اللي صار. آخر شيء بكل المراحل فينا نعطي أدوية هدفها تزيد قطر الأوعية تبع الشبكية مشان نزيد كمية الدم اللي عم تيجي على الشبكية، وبنفس الوقت بتخفف تسريب السوائل من أوعية الشبكية.
فبعد ما عرفتوا شو المشاكل اللي بيعمل السكري بالعين، دائما راقبوا سكركم واضبطوه منيح واتبعوا تعليمات طبيبكم تبع الغدد وطبيب العينية. هيك منكون وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن أكيد تفاصيل طبية كتيرة ضمن برنامجنا صحتك بالدنيا رح نخبركم عنها بكرة وكل يوم. ضلوا بخير ورمضان كريم.